القانون والمشرع نص على حكم خاص بالنسبة للأطباء والجراحين والقابلة اللي هي التبرجية. في المادة 222 من قانون العقوبات حضراتكم قال إن كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بطريق المجاملة بيحكم عليه بالحبس أو الغرامة. فإذا طلب لنفسه في نفس المادة برضو 222 إذا طلب لنفسه أو لغيره وعد أو عطية مقابل القيام بذلك يقضى عليه بحكم عقوبة الرشوة، وأيضا يقضى على المعطي أو الراشي أو الوسيط بزفت العقوبة اللي هي حكم بها على المرتشي. فالمادة دي برضو أيضا بتقول وإذا وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعني نفس الفعل اللي هو إعطاء بيان أو شهادة عن وفاة أو عن مرض أو عن عاهة، هنا برضو إحنا المادة قالت إنه يعاقب إذا وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبة المقررة في الرشوة برضو بنفس الأمر.